السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى يمتن شروط الصلاة كفل سباتنا يمجرش أو تمرتنا بالله فقد زارين منا نسو والتشهد الآخر ركن كمل هنا المالتنا والتشهد الآخر يمجرش أو تشهد لما السالي مغرب كهونا سوستن يورك علي من نكمتو ظهور عصور النعيشاء كهونا عردتن يورك علي من نكمتو فجر كهونا يهولتن يورك علي من نكمتو مكمت ركن مصوصو كونو يسالة مصوصو نو كلاي جمرون قدي مصوصو چون يتكسن معزناتون يتكسن نمتانو كما في الحديث بحديث دمتاو عن ابن مسعود رضي الله عنه كعبد الله ابن مسعود الله ملكام سراتشو نيودد الله تشونا قال اندي هلو كوساتشو كنا نقول ان يكون النبر قبل ان يفرض علينا التشهد التشهد ان يلي قديتا كمهون بفيت صلاة لي السلام على الله بالله لي سلامهون من عباده كنيا كباري اوچو سلام لالله يدرس سلام بالله لي يورد ان النبر السلام على جبريل بجبريل ليم سلامهون وميكائيل ميكائيل ملي سلامهون ان النبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله نبي يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهونكو اندي هالون لا تقولوا اتبلوا السلام على الله من عباده كباريوچو لالله سلام تيدرس اتبلوا فإن الله هو السلام الله سبحانه وتعالى كوسو سلام نونا ولكن نقرقن قولوا بلو التحيات لله كبر لكنا يبلينت لالله نو بلو والصلوات أملكو بتقلال الله عمستو وقت صلاة منو تبلوان والطيبات ملكام نقرقروش بتقلال الله ترويو هنا نقر هلو بتقلال الله لما نو لله لالله كونو التحيات لله السلام عليك يا الله سلام بانت ليهون أيها النبي ارسو يا الله نبي هوي يا الله سلامكو برسو ليهون ورحمة الله يا الله هزنة برسو ليهون وبركاته يسم بركة برسو ليهون ما لي نبي صلى الله عليه وسلم انقدي يا الله سلام بساتشو لين ديهون ازنته بركة بساتشو لين ديهون لمن اللاتشو السلام علينا يا الله سلام دمو بني عليهن علينا مالت بني علي مالتنا وعلى عباد الله الصالحين ملكم بميبالو باريوش لي بتقل علم يا الله سلامي هنا بنيام ملكم بميباروت يا الله باريوش ليم يا الله سلامي هن أشهدو أمسكر الله لا إله إلا الله كالله بستقر بحق من ملك عملاك اللب وأشهدو أهنم أمسكر الله أن محمدا محمد مهنا چون عبده يسو بارع ورسوله يسو ملك تنيا مهنا چون مسكر الله انجده تلاق ومسكرنات من لو مالتنا عبده ورسوله نبيون بتملكته مالتنا الساچوكو بارعنا چو بفتصوم اندم املكو اي قبات چوم لمسالي مجن نبي يهولو كلابي لو اچوالا غراتش اللي ايه كسلمنا يسو طال بارع يكلبا لنجا يكلب نبي صلى الله عليه وسلم هو عبده بارعنا چوكو يمان يا الله سيك اللباتشو ينورا سيك اقراتشو عجاتشو نانستو ميلم منو تينبرا جيتا يهوي سي سايل قسين سيلو تينبرا مالتنا ورسوله لستبابلو دمو ايشلو يهوداوج نسواراوج بيستبابلواتشو الله يمجر رشو ملك تنيا درغو ينبيات مدم دميا درغو يلاكاتشو ملك تنيا ناتشو اين مسكرنا تسات اللو ومعنا ما براريو التحياتو التحيا يميلو ما براريوكو جميع التعظيمات جميع بتقلال الله التعظيمات لله كبر لكنا يتباله هلو ميقل لصبت نقر بتقلال الله كو لا الله نو جميع التعظيمات لله كبر لقلنا لكنا يتباله نقر بتقلال الله كو ميقل لصبت نقر لا الله نو ملكا بباله بيت النت بمكوتاتر واستحقاقا بتقبي النت مثل الانحياء مقونا بس متنانسني مثل والخضوء زك مالتني مثل والركوع مقونا بسني مثل
والسجود مدفعتني مثل بسبعتو يسجود عكالات لما السالي سجود عقرات جلي كالله جلال لما نفت سمال نور حسين كبر لهيدو سواجي سقدالو يتلي يو كبر بوتاوش لهيدو بسبعتو يسجود عكالاتاتشو يدفعلو يكسل من ناس وطال والبقائي والدوامي والبقائي كارينت والدوام زوتارينت النزيه اللون قدي لما نومي قبوت لا الله نو وجميع بتقل الله ما يعذم به رب العالمين يا علماتو جيتا أمي الله كبت مي كبر بتي هونو نقر بتقل الله كو فهو لله لسو لعالله بتشانجي لما نمي قبام فمن صرف منه شيئا كالنزي كتتكسوت الله كمي الله كباتشو كسجود كدعاء كمقونا بس النزي نقرو تشولو مالت كالله ليلة لالا أكال يستسو فمن صرف منه شيئا فمن صرف يستسو منه شيئا كتتكسوت نقرو تشستقو عنديت النقر يستا لغير الله كالله جلال أكال فهو مشرك كافر يقل سبكو بالله لي أقارينو كهدينو زيلينو هون تلكو مسمر لسمر ميقباو لمن إن يتفترنو الله يا بتشينيو فتاري يهولون بالبيت يهولون بتشينيا فتاري ببتشيني نتلا مملك نبرار زاري سولي جوج يتلي أي مكنيات بمامتات عندون مكنيات الله التقبلو من يدرقالو كالله وج لالو أكالات أملكون يسوالو مالت أملكون يسطالو مالت يهني فتسامسو كهادينو سلزي هو التحيا لأي راسو تكامتن ما أناون بدم بالناستنتنو الله أنو يالاك نيالنو لكننا هلو الله ميودس بيت يبلاي ميدرق بيت السو ميلمن بيت سوجودو روكوو متنانسو السو المفراتو هلو نقر لسو بيتشانا بيتشانجي لما ننفطور أي قبام ولا لنبي ولا لملائكة مالتنا والصلواتو والصلواتو يالنو دمو معناها ترقمو جميع الدعوات أملكو هلو بتقل الله لما نمي قبو لالله نو وقيل تبلوال بليلة ترقم مالتنا الصلوات الخمس أمستو سجدتو جم بك أنستمي فتصموت قديتاو جو مي قبوت لالله نو تبلو متفسرو الله والطيباتو طيبات متلو دمو الله طيب الله كو نسوهنو الله كو وبنو ولا يقبلو الله كو بفتسو ما يكبلم من الأقوالي كنققر والأعمالي كتقباركو إلا طيبها ملكامي تبالتشونكو ودي تبالتشونو ويتوابتشون انجيكو السو وبنونا ليلانا يكبلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يلا سلام بانت ليهون أيها النبي أنت نبي هوي ورحمة الله يا الله زنته وبركاته بركة برسوليهون يالنو دمو ليلة تلكم نقر لي يازبتنو تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم تدعو تلمنا اللهكو أنت التحية عليكو جالكو بهيوتي الله سوي للنبي لنبي صلى الله عليه وسلم لموتوت مالتنو يا الله صلاة الناس سلام برسات جوليهون بالسلامة بسلامة لمن الله جواله والرحمة يا الله نزنة دي أغينو والبركة بركة دمون دي ترفرف الله جو ورفع الدرجة درجات جو دمو الله كف دي أرقو والذي يدعى له أسمر اللينهن والذي يدعى له يا يمي لمن اللت دعا يمي الدرق اللت نبي ما نات جو نبي صلى الله عليه وسلم من دنيا درقنا الله جو السلام عليك أيها النبي سنن يا الله سلام برسولا يهون ازنتو بركتو سنن انيا من يارقن الله چونو الله ني يلمن الله چونو يا ما يموتو هيو يهونون الله لما لموتوت لما يملكوت فطور لهونوت يمچارشا نبي يادرقو للاكاچو باريونا ملكتنيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم سلزي والذي يدعى له يا دعا يمدرقلت نبي ما يدعى مع الله كالله غاركو بفصوم ابرو ايملكوم حقاچو ما يدلمنا اساچو فطور سو فطاري اساچو املاكي اسو تملاكي اساچو ملكتنياو ملكتنيا ادرو ادرغو لاكيو ما اسو الله اگرچ لاي گن نبي صلى الله عليه وسلم كنبينا الدرجه كف ادرغو يموتوتن مدينه يتكبروتن نبي صلى الله عليه وسلم منم يلوالو حموس ماتا سيهون يمطالو يالو كتقمطوبت
ተነስተው መርሃባ ነቢይ መርሃባ ብለው ይቆሙላቸዋል ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚህም አልፎ ነቢዩ ልጅ ስጡኝ፣ ካለሁበት ጭንቅ አውጡኝ የመሳሰለውን ይላሉ። ይሄ በእስልምና ላይ ክህደትን መፈጸም ነው። ያ አላህ የሚለመንለት ነቢይ እሱ በፍጹም ከአላህ ጋር አብሮ ሊመለክ አይገባውም። አላህ ምን አለ? ወላ ተድዑ ማአላህ፣ ከአላህ ጋር ማንንም አብራችሁ አትጣሩ ነው ያለው። በብቸኝነት ሊመለክ የሚገባው ቁል በላቸው ያ ነቢዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁወላሁ አሐድ፣ ብቸኛው ተመላኪ እኮ አንድ አላህ ነው። አሰላሙ ዐለይና፣ በእኛ ላይ ደግሞ የአላህ ሰላም ይሁን። ወዐላ ዒባዲላሂ ሷሊሒን፣ ደጋግ በሆኑት የአላህ ባሪያዎችም ላይ የአላህ ሰላም ይሁን። አሁን እዚህ ጋም ከባድ ጥያቄ ይነሳል። ምን የሚል ሱፊዎች፣ ቀብር አምላኪዎች፣ አህባሾች ዘንድ ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን መልካም የአላህ ባሪያዎች ናቸው ብለው ነው የሚያመልኳቸው። ለምሳሌ አላመለክናቸውም ብለው ሊሸመጥጡ አይችሉም። የሚናገሩትን ንግግር እንደ ምሳሌ እናምጣ። የቦረናው ደግዬ እርዱኝ አባብዬ ብለው ከአላህ ውጭ ያሉ የሞተን አካል ያመልካሉ። የአብሬት ሼህ ሆይ ይህንን አድርጉልኝ፣ የቃጥባሬ ሼህ ሆይ ይህን ፈጽሙልኝ፣ አቡልጀበል የጭንቅ ገላጋያችን አብደልቃድር ጀይላኔ እንዲፈጽምልን፣ ኑር ሁሴን የጭንቅ ገላጋይ የሆንከው እያሉ ይሄ ሁሉ ምን የሚያደርጉበት ነው? ከአላህ ውጭ ላሉ አካላት የሚጎነበሱበት፣ የሚሳሉበት፣ የሚለምኑበት፣ አምልኮን የሚፈጽሙበት ክህደት የሆነ ተግባር ነው። ምንድን ነው ምክንያታችሁ ሲባሉ አላህ እኮ ደጋግ ባሪያዎች አሉት፣ ሷሊሆች እኮ አሉ፣ እነሱ ወደ አላህ ያቃርቡናል። ምን ብያለው ቅድም? አላህ አንዱንም ምክንያት ብለው እነሱ የሚዘረዝሩት እነዚህ ቀብር አምላኪዎች፣ ከሃዲያን፣ አጋሪያን መሐመድ ቢባል ስማቸው አህመድ፣ አብደላህ፣ ተማም፣ ጀማል፣ አይሻ፣ ፋጢማ ቢባልም አላህ አይቀበለውም። ስለዚህ አሰላሙ ዐለይና ወዐላ ዒባዲላሂ ሷሊሒን፣ የአላህ ሰላም በእኛ ላይ በአላህ ደጋግ ባሪያዎችም ላይ ይሁን ስንል ቱሰሊም ዐላ ነፍሲክ፣ ለነፍሳችን ዱዓ እያደረግን ነው። ወዐላ ኩሊ ዐብዲን ሷሊሒን፣ መልካም በሚባሉ ባሪያዎች ላይ በጠቅላላ ሚን አህሊ ሰማይ ወልአርድ፣ በሰማያት ነዋሪዎችና የምድር ነዋሪ በሆኑ ደጋጎች ለነሱ ሁሉ ዱዓ እያደረግንላቸው ነው። ወሰላሙ፣ ሰላም እኮ ማለት ዱዓኡን ጸሎት እኮ ነው። ወሷሊሑን፣ እነዚህ ደጋግ የሚባሉት እኮ ዩድዓ ለሁም፣ ይኸው እየተለመነላቸው እኮ ነው። ወላ ዩድዓውነ ማአላህ፣ ከአላህ ጋር በፍጹም ሊለመኑ አይገባም፣ ለነሱ ራሱ እየተለመነላቸው ስለሆነ ማለት ነው። ቅድም እኮ ዘጋን ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ከለመንላቸውና እሳቸው የሚለመንላቸው እንጂ ማይለመኑ አካል ከሆኑ የእሳቸውን ደረጃ ደግሞ የሚደርስ ስለሌለ ከእሳቸው በታች አሉ የሚባሉት ደጋግናቸው ተብለው የሚሞገትላቸው ከፊሎቹ ደጃሎች የሆኑ በፍጹም በፍጹም ሊመለኩ አይገባም። አሽሃዱ እመሰክራለሁ፣ አላህ ኢላሀ ኢላላህ፣ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ የለም። ወአሽሃዱ አሁንም እመሰክራለሁ፣ አነ ሙሐመደን ሙሐመድ መሆናቸውን፣ አብዱሁ ባሪያው፣ ወረሱልሁ መልእክተኛው መሆናቸውን እመሰክራለሁ ስትል እኮ ተሽሃዱ ትመሰክራለህ፣ ሸሃደተል የቂን እርግጠኛ ቃል ምስክርነትን ትመሰክራለህ። አላ ዩዕበደ ላይመለክ፣ ፊሰማኢ ወላ ፊል አርዲ ቢሐቅን ኢላላህ፣ ከአላህ በስተቀር በሰማይም ይሁን በምድር የሚመለክ እውነተኛ አምላክ እንደሌለ እርግጠኛ የሆነን የምስክርነት ቃል ትሰጣለህ። ወሸሃደቱ የሚቀጥለው ምስክርነትማ አነ ሙሐመደን ሙሐመድ መሆናቸውን፣ አብዱሁ ወረሱሉሁ ባሪያውና መልእክተኛ መሆናቸውን መመስከርህማ፣ አብዱላ ዩዕበድ ባሪያ እኮ ናቸው ማይመለኩማ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ወረሱሉላ ዩከዘብ መልእክተኛ ናቸው ደግሞ ማንም ቢያስተባብል ሊስተባበሉ ማይችሉ ማለት ነው። በል ዩጣዑ ይልቁንም እሺ ይባላሉ፣ ወዩተበዑ ይከተሉታል እኮ ይሄን ነቢይ ሊከተሉት የሚገባም ነውና እሺም ብለን እንታዘዛቸዋለን። አላህ ምን ስላለ? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢስተጂቡ ሊላሂ ወሊረሱል ኢዛ ደአኩም ሊማ ዩሒይኩም፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህና መልእክተኛውን ፈጥናችሁ እሺ በሉ እነሱ ሲጠሯችሁ። እነሱ የሚጠሯችሁ ጉዳይ እናንተን ለዘላለም ዓለም ሕያው የሚያደርግ ጉዳይ ነውና። በል ዩጣዕ ይልቁንም ምን ይባላሉ? እሺ ይባላሉ። ወዩተባዕ ይንከተላቸዋለን፣ በሚያዙት ነገር በጠቅላላ ፋና በፋና ያዘዙንን እንፈጽማለን። ሸረፈሁላህ አላህ እኮ አላቃቸው፣ ቢልዑቡድየቲ በባርነት አላቃቸው እኮ፣ ወሪሳለቲ
በመልእክተኝነትም እኮ አላቃቸው በሁለት ነገር ነው ሳቸው ከፍ ያደረጋቸው አንደኛ ምንኛ መታደል ነው በአላህ በራሱ ምስክርነት ባሪያ ተብሎ መጣራት ሁለተኛ የሳቸውን ደረጃ ደግሞ ምን አርጎ ከፍ አደረገው ከሰው ልጆች ሁሉ መርጦ ለመጨረሻው ህዝብ ማለት ነው መልእክተኛ አድርጎ ለዓለማት ዝነት ይሆኑ ዘንድ ለመላው ዓለም ላካቸው ስለዚህ ሁለት በሁለት ነገር አላህ አላቃቸው ወደሊሉ ቀውሉሁ ተዓላ ለዚህም እኮ ማስረጃው ከፍ ያለው ያላሁ ስብሓነሁ ተዓላ ቃል ነው ተባረከ ለዚ ነዘለ ልፉርቃነ አላ አብድሂ ተባረከ ለዚ ጥራቻ ልቅና ለአላህ እኮ ነው አለዚ ነዘለ ልፉርቃን ያ ፉርቃንን ያወረደ ፉርቃን ማለት ምንድን ነው ቁርአን ማለት ነው ቁርአንን ያወረደ ይኸው መልእክተኝነታቸው በዚህ ተረጋገጠ አላህ ለመልእክተኞቹ ነውና መጽሐፍትንም ያወርደው ይኸው ከነሱ ውስጥ ማናቸው የመልእክተኞች ሁሉ መቋጫና መደምደሚያ የሆኑት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይኸው በሳቸው ላይ ቁርአን ተወረደ አለዚ አላህ እኮ ነዘለ ልፉርቃን ቁርአንን እኮ ያወረደ ነው በማ ላይ አላ አብዲሂ በባሪያው ላይ ይኸው ባርነት ሚለውን አላህ አጸደቀላቸው ባሪያ ደግሞ አይለመንም ሊየኩነ ሊሆን ዘንድ ሊልዓለሚነ ነዚራ ለዓለማት አስጠንቃቂ ይሆን ዘንድ እኮ በባሪያው ላይ አላህ ቁርአንን አወረደ አላሁመ ሰሊ አላህ ወይ ሰላትህ ይውረድ አላ ሙሐመድ በሙሐመድ ላይ ይውረድ ወአላ አሊ ሙሐመድ በሙሐመድ ቤተሰቦችም ላይ ይውረድ ከማ ሶለይተ እንዳወረድከው ሁሉ አላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱ መጂድ በኢብራሂም ቤተሰቦች ላይ እንዳወረድከው ሁሉ አንተኮ ሐሚዱን ምስጉነ መጂዱን የላክነህ ስለዚህ ተሸሁድን አጠር ባለች ማብራሪያ እንደዚህ አየን ማለት ነው አሶላቱ ሚንላህ اللهم صل على يتبالو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يبالال ار جمعه خطبه لا يبتلي ان الله اللهكو وملائكته ملائكتهم يصلون على النبي بزي ود نبي لايكو صلوات ياوردالو يا ايها الذين امنوا ان انت يامناچو سوچ هوي صلوا ان انتم صلوات اوردوبت بسو لاي سنبال እንዴት ነው የሚከፋፈለው ያአላህ የመላእክቶችና የኛ ሰለዋት ሲሆን ሚለው ሊመጣ ነው አሰላቱ ሚንላህ ሰላትኩ ከአላህ በኩል ሲቅጣጭኩ አላህ ሰለዋት ሲያወርድኩ ማላይ ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ثناؤሁ ውዳሴው እኮ ነው አለ አብዲሂ በባሪያው ላይ ፊል መላኢል አዕላ በላይኛው ዓለም ጓዶች መላእክቶች ዘንድ ነብዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በክብር ያወሳቸዋል ይሁድ ነብዬ ይያለ ማለት ነው ይሁድ ባሪያዬ ይያለ ስለዚህ አላህን ሰለዋት አውርድባቸው ስንለው ምን ይያለን ነው ማለት ነው አላህ እንዲያወሳቸው ነው ማለት ነው ከማ ሐካ እንዳወሳው እንደዘገበው አልቡኻሪ ኢማሙ ቡኻሪ في صحيحه صحيحቸው ላይ عن ابي العاليه ابي العاليه كتباለው تابعي ከሱ ተይዞ እንደተወራው አላህ ሰላዋት ሲያወርድ ማለት በባሪያው ላይ ያንን ባሪያ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመስል በላይኛው ዓለም ምን ማድረጉ ነው ውዳሴ ያወደሰ እሳቸው ማንሳቱ ነው ስማቸው ሰላቱላህ ያአላህ ሰላዋትኩ ثناؤሁ ማውሳቱ ማወደሱ ነው አለ አብዲሂ ባሪያውን ፊል መላኢል አዕላ በላይኛው ጓዶች ዘንድ ወሚነል መላኢከቲ ከመላእክቶች በኩል ደሞ ሲሆን የላይኛው ከአላህ በኩል ሲሆን ነው አይደል وملائكته كما لاكتوش بكل دمو سيهون منني مسل ان الله وملائكته يصلون على النبي سنل يا اللهن عين ملائكتوچو دمو سيهون ميلوت صلواتن الاستغفار مهرت ململمناچو كونو لذا باريا ومن الادميين كنيا كادم لجوچ دمو سيهون الدعاء صلوت ما درغاچن نو الله هوي نبي محمدن اذن لاچو በረከተ በሳቸው ላይ ይሁን ደረጃቸውን ከፍ አድርገው ወሲላና ፈዲላ የተባለውን ደረጃ ጀነት ላይ ስጣቸው ይሄን ሁሉ ምን ያደረግን ነው እየለመንላቸው ነው ወባሪክ ምትለው አቃል በቅንፍ ነው አይደል የመጣችው ወባሪክ አላ ሙሐመድ ከሚለው ጀምሮ ያለው ወማ بعدها ከሱም ቀጥሎ ያለው ሱነኑ አቋሊን የንግግር ሱና እኮ ነው አርካን አይደለም ይያሉ ነው والواجبات اهون سلا اركان جرس من استلنغبا نو واجباتوچ لاي والواجبات ثمانيه
ግዴታዎች ደግሞ ዋጅብ የተባሉት እኮ ስምንት ናቸው። ጀሚኡ ተክቢራቲ ሁሉም ተክቢራዎች غير تكبيرة الإحرام كما جمّر يو صلاة مكفجة وجّ يالوت الله أكبر من الله لمسالي فاتحان قل هو الله أدن كرتن ودروكو لنور رسنن الله أكبر بلنور المنور دو كزاس سمي الله لمن حمده بلن كتنسان بوهلا ربنا ولك الحمد كالن بوهلا ودسجود لنور رسنن الله أكبر نلالن كسجود سنن نسادمو الله أكبر نلالن ملسن ودسجود سنور الله أكبر نلالن ملسن سنكم الله أكبر نلالن جميع التكبيرات هلوم تكبيراوش غير تكبيرة الإحرامي كمكفتش وتكبيرا وجه يالوت واجبي بالالو وقولوا سبحان ربي العظيم في الركوع ركوع لي سبحان تراتش يقبا تراتش كل أنت يتقبانو ربي العظيم تلاك يهونكو جيتا يهوي منلو في الركوع ركوع لي ይሄ ራሱ ምንድነው من الواجبات ከግዴታዎች ነው ይያሉ ነው وقولوا አሁንም ንግግር سمع الله لمن حمده الله مسغኙን سما للامام لا امام ሆኖ ለሚያሰግድ ሰው والمنفرد ብቻውንም ለሚሰግድ ሰው سمع الله لمن حمده ማለትም واجب ነው ለኢማምም ሲያሰግድ سمع الله لمن حمده ይላል ማእሙሞች ግን ይሉት ምንድነው ربنا ولك الحمد ነው ይሄው ይመጣል وقولوا نغغر اهونم ربنا ولك الحمد جيتاچن هوي مسغانا هولو بتقلالاكو لانتا نو للكل لهولو لامامم بتچاونم هونو لميسجدم سمي الله لمن حمده قال بهالا ربنا ولك الحمد لان ሁለተኛ ደሞ ለማ ማእሙም ሆኖ በኢማም ስር የሚሰግድ ኢማሙ سمي الله لمن حمده ሲል ማእሙም ምን ያደርጋል ማለት ነው ربنا ولك الحمد ربنا جيتاچن هوي ولك الحمد مسغانا هولو بتقلالا لانتا نو وقولو اهون منغغر سبحان ربي الاعلى في السجود سبحان ترچا يغبا ربي جيتا يهوي الاعلى كف يالكي هونكو في السجود سجود لا يتهونو ايه سلمي بال معناتنو سبحان ربي الاعلى اتشي منغغر مندنات واجب نات وقولو اهون منغغر ربي اغفر لي بين السجدتين በሁለቱ ስጁዶች መካከል ረቢ ጌታዬ ሆይ እግፍር ሊ ማረኝ የምትለዋ ቃል እቺም ዋጅብ ናት ወተሸሁዱ الاول የመጀመሪያውም ተሸሁድ ለምሳሌ ዙሁር አሱር መግሪብ ኢሻ እነዚህ አራቱ ወቅቶች ላይ ለተሸሁድ እንቀመጣለን ሁለተኛው ረካዓ ላይ ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ተሸሁድ ይባላል ስለዚህ ወተሸሁዱ الاول والجلوس له ለሱ መቀመጥኮ ዋጅብ ነው አሉ። አሁን አርካን ሙሶሶና ዋጅብ ሚባለውን ያለው ልዩነታቸው ሊያመጡ ነው ምክንያቱም በእኛ ቋንቋ ሁለቱም እንድነ ይሰጡን አንድ ትርጉም ነው አርካንም ማለት ሙሶሶ ነው መሟላት ያለበት ግዴታ ማለት ነው ዋጅብም ደግሞ ግዴታ ነው ሁለቱ አርካንና ዋጅብ ሚሉት በመንደነው ሚለያዩት ፈልአርካኑ ሙሶሶ የተባለው እኮ ማሰቀጠ منها ከአርካኑ ቢጎድልኮ ሰህዋን ረስተን ከሆነ او عمدا وينم اوقن كهونا بطلت الصلاه بتركه السن بمتوكو من يهونال صلاه ودك يهونال لانو سلازي زيغا ميسمربت مندنو اوقنم بيهون رستنم بيهون اركان كتغوادله من يهونال مالتنو صلاه يطفال والواجب واجب دمو ما سقط منها كسو بيغودلكو سهوان بمرساتكو يهونا نغر بيغولكو جبره ይጠግነዋል እኮ ስጁዱ ሰሁ ከመሰለመታችን በፊት እምናደርጋት ሁለት ስጁድ እኮ ተጠግናታለች ለምሳሌ የመጀመሪያው ተሸሁድ ለሱ መቀመጥ ዋጅብ ነው ብለዋል አይደል ሼህ ረስቶ ያቺን ቢነሳ ሰውየው የመጀመሪያውን ተሸሁድ ሳይቀመጥ ምን ይሆናል ማለት ነው ከመሰለመቱ በፊት ሁለት ጊዜ ስጁድ ያደርጋል ወአምደን አውቆ ከሆነ ግን በጠለት ሰላቱ ሰላቱ ተበላሻለች ቢተርኪ እሱም በመተው والله اعلم الله اعلم ብለው ትምርታቸውን ዘጉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ኢማሙ አህመድ ሐንበሊ መዝሐብ የሚባሉት እሳቸው ያዘጋጁት ወይም እሳቸው ተማሪዎች የሄዱበት መንገድ ነው በዋጅብና በሩክን መሃል በዋጅብና በአርካን መሃል በመለያየት በኩል አቡ ሐኒፋ ደሞ رحمه الله ከነ ተማሪዎቻቸው ዋጅብ ምንድነው አርካን ምንድነው
ፈርድ ምንድነው? ለየት ያለ ደሞ አገላለጽ አላቸው። ሻፊዒዮች፣ ማሊኪዮች እነዚህ ሁሉ የየራሳቸው ማስረጃ ይዘው የቻሉትን ያህል ኢጅቲሃድ አድርገዋል። አላህ የእስልምና አዋቂ ምሁራንን በጠቅላላ ያለፉትንም በህይወት ያሉትንም አላህ ይዘንላቸው፣ ደረጃቸውን ከፍ ያድርገው፣ የሞቱትን አላህ ይማራቸው። እንግዲህ አላህ ባሪያዎች ሆይ እቺን ኪታብ በአላህ እገዛና ፍቃድ ጨረስናት ማለት ነው። ባለፈው ቃል በገባሁላችሁ መሰረት የሚቀጥለው ኪታባችን ደግሞ የሚሆነው በአላህ ፍቃድ 100 ሐዲስ ሊል ሂፍዝ ሚል 100 የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶችን አጠራጠር ያሉ ምናይበት ይሆናል ማለት ነው። አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን፣ ኢማንን እኛ ዘንድ የተወደደ ያደርግልን፣ ኩፍርን አመፅን እኛ ዘንድ የተጠሉ ያርግልን፣ ከሱም ያርቀን። ሽርክ ቢድአ ኒፋቅ ተንኮታኩተው ምናይ አላህ ያደርገን። የተውሂድ ባንዲራ አገራችን ላይ ከፍ ብላ ከሚያዩት አላህ ያደርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ